السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات الصف الثالث الاعدادي، معكم مستر طه دغيطي من قناه زكي نحسن. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه احنا النهارده هناخد الجزء الثاني من الدرس اللي هو بيتكلم عن الزاويه المركزيه وقياس الاقواس. تعالوا النهارده نكمل بقيه التمارين ونشوف كده الافكار بتاعه الدرس، وهتلاقي الموضوع سهل جدا ودرس بسيط جدا جدا جدا. تعالوا كده نتوكل على الله وسم الله كده. ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك الدروس الجديده اول باول، وكمان لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل له لايك. هنا بيقول لي في الشكل المقابل ده، يعني هنا بيقول اذا كان قياس القوس الف جيم زي ما اتفقنا، طبعا قياس القوس الف جيم بيساوي قياس القوس ب جيم، يعني الف جيم بيساوي ب جيم، وهو حتى جايب علامتين التنصيص. هنا بيقول لي ده ب 70 درجه الزاويه ديت، وعايز قياس زاويه الف ب جيم. الف ب جيم عايز الزاويه ديت. طب تمام، اول حاجه هنا لازم يعني اقرا المعطيات بتمعن واستفاد، يعني اقرا المعطى واستفاد. هنا بيقول لي قياس القوس ا ج بيساوي قياس القوس ب ج، هستفاد ايه؟ يعني انا هقول له همسك الحته الاولى ديت، هقول له بما ان قياس القوس ا ج بيساوي قياس القوس ب ج، هستفاد ان الاوتار ديت ال ا ج بتساوي الوتر ال ب ج. الاوتار متساويه، الاقواس متساويه، يبقى الاوتار متساويه. يبقى قياس يبقى اذا ال ا ج هيساوي مين؟ ال ب ج. تمام، انت مش ملاحظ حاجه؟ وده مثلث، يبقى اذا المثلث ده ايه؟ متساوي الساقين. يبقى اذا المثلث ده ايه؟ متساوي الساقين. يبقى اذا الزاويه ب هتساوي الزاويه ايه؟ الف. جدع. طب ما تعرفش تطلع الباء والالف؟ تعرف. لا يا مستر انا ما اعرفش، والله العظيم تعرف. يا مستر والله يا جدع انا عارفك، تعرف. مش المثلث ده فيه ثلاث زوايا؟ والثلاث زوايا دولت لازم يطلعوا لي ب 180 درجه؟ طب ما كويس اهو، يبقى ال 180 ناقص ال 70 يديك 110، ال 110 دي مش بتاعت القلب بس الواحد ولا بتاعت الباء الواحد، امال بتاعت مين؟ بتاعتهم هما الاثنين، عشان ده مثلث متساوي الساقين، يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي، يبقى ال 110 تقسمها على الاثنين، دي ب 55 درجه ودي ب 55 درجه. قشطه. حد بيقول لي يا مستر علمنا ازاي نكتب برهان، انت فهمت الكلمتين اللي انا قلتهم؟ فهمتهم؟ اه انت فهمتهم؟ ايوه اه فهمتهم. طب قولهم لي تاني. هتهرش كده وتقول لي ان قياس القوس ا ج بيساوي قياس القوس ب ج، تستفاد ايه؟ يبقى الالف ج بيساوي الباء ج، تستفاد ايه؟ ان المثلث متساوي الساقين، تستفاد ايه؟ ما تعرفش تطلع الباء والالف؟ اعرف ازاي؟ 180 ناقص 70 يديني 110، 110 على 2 55. طب ما انت هو عرفت برهان يا مستر. لا انا عايزك تدي لي برهان من اللي هو بما ان واذا، وتقول لي وانا ايه؟ وانا احفظ. دي المشكله، انت مش عارف تفرق. انت اخدت ان البرهان ده حفظ، شويه خطوات لازم تمشي عليها علشان اكتبها. لا طبعا، انت فهمت؟ ترجم اللي انت فهمته للجمل، زي موضوع التعبير زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو فات. انت دلوقتي فهمت المساله، بتحولها خطوات. بس اهم حاجه بس راعي الترتيب، وحطهم في خطوات جزئيات كده. عشان انا حليت قبل كده في فيديوهين اللي فاتوا، انا بقول لكم برضو عشان ما انت يعني واخد الرؤيه كامله كده، الاقي الناس يقول لي ايه يا عم علمنا ازاي نكتب برهان، يا عم ما اعرفش اكتب، يا عم انت مستخسر تكتب. انا اصلا ما اكتبش، انا مش عايز احفظك. لو كتبت يبقى انا بضيع وقت وبحفظك. انت دلوقتي فهمت؟ ايوه. شغل الفيديو مره واثنين وخمسين لحد ما انت تفهم اكتر وتكتب انت لوحدك. المساله اللي بعديها هنا قال لي ان ا وب نقطتان تنتميان للدايره ميم، يعني هم على الدايره ميم. ماشي. قال ان قياس الزاويه ميم ب ا ب 45 درجه، ماشي. قال ان الميم ا ب 7 سم، قشطه. اوج الطول القوس ا ب، اوج الطول القوس مين؟ ا ب. اولا افكرك انت عشان تجيب طول قوس لازم تجيب ايه؟ القانون اللي هو بتساوي الزاويه على 360 في 2 باي نق، لو محيط الدايره، محيط الدايره. يبقى عشان تجيب طول القوس ده القانون بتاعه، تاني كده الزاويه اللي الهاء دي يعني الزاويه على 360 في محيط الدايره 2 باي نق. طيب ايه؟ متعوض. عوض عن ايه؟ هات الزاويه. الزاويه من 45 يا حبيبي، هو مش عايز القوس، مش عايز طول القوس ا ب، هو مش عايز طول قوس ا ب. ايوه، يبقى لازم تجيب الزاويه اللي قصادها. الزاويه اللي قصادها زاويه ايه؟ ادي القوس ا ب اهوت، اهو 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 اه
عايز الزاويه اللي قصادها بقى، ما تروحش تجيب ال 45 اللي هي بتاعت الباء اصلا اللي هي الميم باء الف. ما مستر ما هو جايب لي الدرجه هنا 45 اهيت 45 اهيت، اكذبه يعني؟ ال 45 ديت مش بتاعت القوس الف باء، ده زاويه في المثلث. يبقى انت دلوقتي عشان تجيب طول القوس الف باء يبقى لازم تجيب الزاويه بتاعتها. طب اجيب الزاويه منين؟ من الحته اللي قصاد الزاويه، يعني اللي قصاد القوس الف باء اللي هو مين؟ الزاويه ميم دي، الزاويه ميم دي. تمام. يبقى انت هات الزاويه دي بقى. وانا مش عارف ليه، ما انت ما تعرفش يا مستر انا ما بحبش الهندسه. ما بحبش الهندسه. طب تعال بص هنا كده. دلوقتي انت عندك زاويه دي بكام؟ ب 45. ما اعرفش جبت الميم ديت اللي هي الف ميم باء، لا مش عارف. طب انا قلتها قبل كده وفكر، فكرت ومش عارف. انت مش عندك هنا الميم الف ديت عباره عن ايه؟ نص قطر. والميم باء دي عباره عن ايه؟ نص قطر. والاتنين ايه؟ الاتنين ايه؟ ايه يا ابني؟ متساويين. ايوه. وده ايه؟ مثلث. يبقى اذا ايه؟ يبقى ده مثلث ايه؟ مثلث ايه؟ متساوي الساقين. ما هي الميم الف قد الميم باء، مش ده انصاف اكتر؟ مش ده نص قطر وده نص قطر؟ يبقى ده مثلث ايه؟ متساوي الساقين. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 45. يبقى اللي قصادها دي بكام؟ 45. ما تعرفش تجيب ميم؟ ايوه اعرف اجيب، اجمع دي واطرح من 180. قشطه قوي. يبقى دي ب 90. يبقى انت تقول له كده 90 على 360 في 2 في باي ب 22 على 7، جايبها لك اهيت في نق نص القطر اللي هي بكام؟ اهي الميم الف اللي هي نص قطر ب 7 سم. وتطلع الناتج بتاعك. انا مش عايز الناتج دلوقتي كام، قد ما انا عايز انك فهمت هتعمل ايه. طب تاني. حاضر. تاني هقولها ازاي؟ هقولها تقولها ازاي. امسح بس كده. حاضر. هنقول بما ان ميم الف تساوي ميم باء انصاف اكتر، اذا مثلث الف ميم باء ده ايه؟ متساوي الساقين. يبقى زاويه ميم الف باء بتساوي 45 درجه. اذا قياس زاويه الف ميم باء، لان ميم دهات، او ممكن تقول ميم بس يفضل الف ميم باء، ها الف ميم باء 180 ناقص 45 زائد ال 45 يديك دي ب 90. اذا قياس القوس الف باء بتساوي ايه 90 درجه. 90 ايه درجه. واكتب القانون بتاعك اهي على 360 في 2 باي نق، ماشي. حط زاويتك وتجيب النق بتاعك والباي بتاعتك وتعوض وتطلع الايه الناتج بتاعك. بس كده. تعالى في السؤال اللي وراه. ألف باء والجيم دال قطران في دايرة ميم. ألف باء والجيم دال قطران في الدايرة ميم، تمام. بحيث قياس الزاوية دي ب 35 درجة، وعندك دي بيوازي دي. عايز إيه؟ قال لك أود قياس القوس بقى هاء. عايز قياس القوس ده، وخلي بالك قياس قاف مش طول. قياس القوس. اولا عايز افكرك بحاجه، لما اجيب لك دايره واجيب لك الحتتين دولت في توازي هنا، اعرف ان قياس القوس ده قد قياس القوس ده. يبقى انت لو جبت دي يبقى كانك جبت دي. طب هنا هعمل ايه يعني؟ بص يا معلم، ابصيت انت عندك الالف باء والجيم دال مالهم؟ تقاطع في النقطه ميم. وما دام تقاطعهم يبقى هيطلع لك زاويتين بيساووا بعض بالتقابل بالراس. يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي. بس يا يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي بالتقابل بالراس. يبقى انت تقولها له كده. شوف انا هكتبها لك. انا هقول بما ان الالف باء تقاطع الجيم دال تقاطعه في النقطه ايه؟ ميم. اذا قياس الزاويه زاويه ميم دال ميم باء تساوي قياس الزاويه زاويه ميم الف ميم جيم بتساوي 35 درجه بالايه؟ بالتقابل بالراس. يبقى دي بكام؟ 35 درجه. 35 درجة. إذا قياس القوس أ ج برضه ب 35 درجة. إحنا خدناه في الجزء الأول إن قياس القوس بيساوي قياس الزاوية المركزية بتاعته. يعني دي ب 35 دي ب 35. ماشي ورا بظله. تمام. وهنا بيقول لي إن الألف باء بيوازي الجيم هاء. إذا قياس القوس أ ج هتساوي قياس القوس مين؟ باء هاء، فبتساوي 35 درجة. فهمت؟ أعيد تاني. أ ب تقاطع الجيم دال في النقطة ميم. يبقى إذا الزاوية دي
د م ب هتساوي الزاويه دي أ م ج بالايه؟ بالتقابل بالرأس، 35 درجة بالتقابل بالرأس. وبما أن الألف ب بيوازي الجيم ه، إذا قياس القوس أ ج بيساوي قياس القوس إيه؟ ب ه، 35 درجة. عدي. هنا بيقول لي إن السين ب بيوازي الجيم ص. السين ب بيوازي الجيم ص. وقال لي كمان الميم ألف عمودي على الميم د. الميم ألف عمودي على الميم د. والالف والميم الف عمودي على السين جيم، والميم دال عمودي على الباء صاد. اثبت ان الميم الف دي قد الميم دال دي. مساله شكلها صعب، سهل جدا، والخطوات بتاعتها اصلا 4 خطوات او 3 خطوات. تمام. هنقول هنا بما ان السين باء بيوازي الجيم صاد، هو اللي جاب الحته الاولى دي تاني. هو قال لي هنا ايه؟ ان السين باء ايوه بيوازي الايه؟ الجيم صاد. هتستفاد ايه؟ استفاد ايه يا ابني؟ ما الناس سألناها في المسألة اللي فاتت. مسألة ان هي يا ابني المسألة دي، ده بيوازي ده بقياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده، صح؟ اه. يبقى ما اقول له بما ان س ب بيوازي الجيم ص، اذا قياس القوس س ج بيساوي قياس القوس ب ص. وما دام قياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده، يبقى اذا الاوتار متساوية، اذا س ج تساوي ب ص. ما تقولش قياس، لا، الاوتار. س ج تساوي مين؟ الباء ص. يبقى الوتر هنا متساوي، يبقى في توازي، يبقى الاقواس متساويه، يبقى الاوتار بتاعتها متساويه. يبقى السين جيم، يبقى تاني سين باء بيوازي الجيم صاد. اذا قياس القوس سين جيم بتساوي قياس القوس باء صاد. اذا سين جيم، سين جيم تساوي، مش توازي، باء صاد. وما دام الاثنين بيساوي بعض، واقول بما ان الميم الف عمودي على السين جيم، والميم دال عمودي على الباء صاد، يبقى ده عمودي على ده وده عمودي على ده، والاتنين قد بعض، الخشبتين دول قد بعض، وده عمودي عليه، يبقى اذا الميم الف بيساوي الميم دال. تهت مني صح؟ تهت مني، انا عارف، انا عارف. نعيد تاني، نعيد تاني. يبقى تاني بما ان س باء بيوازي ج ص، اذا قياس القوس س ج يساوي قياس القوس مين؟ باء صاد. بيساوي قياس القوس مين؟ باء صاد. تمام. وما دام قياس القوس متساوي، يبقى الخشبتين بتوع علوم الاوتار متساويه، اذا س ج يساوي مين؟ باء صاد. وبما ان الميم الف عمودي على س ج، والميم د عمودي على الباء صاد، يبقى اذا ميم الف يساوي الميم د. ما دام ده عمودي على ده وده عمودي على ده، والخشبتين بتوعهم ثابتين، يبقى الميم الف بتساوي الايه؟ الميم د. يا رب تكونوا فاهمين. طيب هنا بيقول لي ان الالف وباء نقطتان تنتمي للدايره. قياس القوس الف باء بينتمي للدال، وقياس والجيم تنتمي للالف باء الاكبر. الف دال بيساوي الباء جيم، قال لي هنا الالف دال بتساوي الباء جيم. ماشي 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 خلاص. وبعدين قال لي اثبت ان قياس الزاويه الف نون باء، الف نون باء ديت بتساوي الزاوية جيم نون دال، جيم نون دال. يبقى الزاوية دي كده داخلة بدي كده، والزاوية بتساوي الزاوية دي كده. طب نبدأ برضو من عند المعطى. هيقول لي ألف وباء نقطتان تنتمي للدايرة نون، مش هستفاد بقى بحاجة. ألف باء تنتمي للدايرة الأصغر، للدال الأصغر، مش هستفاد منها بحاجة. الجيم تنتمي لألف باء الأكبر، مش هستفاد حاجة. ألف دال بيساوي باء، أيوه هات هات دي، هات يا ابني دي، دي بتقول إيه دي؟ بقول الالف دال بتساوي الباء جيم. بقول هنا ليه الالف دال بتساوي الباء جيم؟ هستفاد ايه؟ هستفاد ايه؟ بقول هنا بما ان الالف دال بتساوي الباء جيم، خلاص. اول حاجه ما دام الالف دال بتساوي الباء جيم، يبقى قياس الزاويه رقم 1 دي بتساوي قياس قياس الزاويه رقم 2 دي، الزاويه المركزيه. اذا قياس الزاويه المركزيه د ن الف بتساوي قياس الزاويه المركزيه ب ن ج ب ن ج. ما ده الزاويه المركزيه بتاعتها اهيت، وما الزاويه المركزيه بتاعتها اهيت. خلاص الحته دي. بنعيد تاني، هقول بما ان الالف دال بيساوي باء جيم، يبقى قياس الزاويه رقم 1 بتساوي قياس الزاويه رقم ايه؟ 2. انا بقى هنا هقوله باضافه الزاويه دال نون جيم اللي هي دهيت، دال نون جيم اللي هي دهيت للطرفين. اقوله كده باضافه الزاويه دال نون باء للطرفين، هضيفها ينتج ان
ينتج ان قياس الزاويه ا ن ب بتساوي قياس الزاويه دي، يبقى انا هضيف دي لدي، هتيجي تبص هتلاقي ا ن ب بتساوي د ن ج، يبقى انا هضيف الزاويه دي لدي ولدي، خد حته وانت خدي حته، هتيجي تبص هتلاقي الزاويتين قد بعض. طيب اللي بعديها ديت مساله حلوه وفيها فكره جميله، ا ب ج د ده شكله رباعي، ا ج قطر، قال لي هنا ان ال ج ب بتساوي ال ج د، ماشي ماشي، اثبت ايوه ان قياس القوس ا ب بتساوي قياس القوس ا د. علشان تقدر تثبت ان قياس القوس ده بيساوي قياس القوس ده، يبقى لازم تثبت ان الاوتار بتاعتها متساويه، يبقى لازم تثبت الاوتار بتاعتها ايه؟ متساويه. تاني، عشان تثبت ان قياس القوس ده قد قياس القوس ده، يبقى لازم تثبت ان الاوتار بتاع ده بتساوي الوتر بتاع ده، يبقى انت دورك دلوقتي تثبت ان الالف باء بتساوي الالف دي الالف دال. ماشي ماشي، نمسح تاني كده. هنا بيقول لي الالف جيم قطر في الدايره، الالف جيم قطر في الدايره، يبقى انا اقول له كده ما دام الف جيم قطر في الدايره، يبقى انا اقول له كده قياس القوس، خلي بالك، يبقى انا اقول له كده قياس القوس الف باء جيم تساوي قياس القوس ا د ج، يبقى قياس القوس ا ب ج بيساوي قياس القوس ا د ج. دي نص البطيخه دي مع نص البطيخه دي اللي تنقد بعض، فهمتني؟ فهمتني في الحته دي؟ اه ماشي. يبقى بقول له بما ان ا ج قطر، يبقى قياس القوس ا ب ج لازم تقول له ا ب ج بتساوي قياس القوس ا د ج. وقال لي هنا ان الباء ج بتساوي الج د، اقول له بما ان الباء ج بتساوي الج د، قال لي هنا الباء ج بتساوي الج د، هستفاد ايه؟ هستفاد ان قياس القوس بتاع ده بتساوي قياس القوس بتاع ده، اقول له اذا قياس القوس باء ج بتساوي قياس القوس مين؟ ج د. قياس القوس باء ج بتساوي قياس القوس مين؟ ج د. نعيد تاني، بما ان ا ج قطر، بما ان ا ج قطر، اذا قياس القوس ا ب ج بتساوي قياس القوس ا د ج، وبما ان ج ب بيساوي ج د، يبقى اذا قياس القوس ب ج بتساوي قياس القوس ج د. ده قد ده، انا بقى هحذف ده وهحذف ده، اقول له بحذف القوس ب ج والج د من الطرفين، احذف ده وده، هقطعه كده، شوف حذفته، ينتج ايه؟ ينتج ان قياس القوس ا ب يساوي قياس القوس ا د، ومادام قياس القوس بتاع ده بيساوي قياس القوس بتاع ده، اقول له اذا الالف ب بيساوي مين؟ الالف د. ده طبعا هو مش عايز الوتر هنا، انا قلت هنا الوتر، اصل في مساله ثانيه لها الوتر، يبقى انا اقول له قياس القوس ا ب بيساوي قياس القوس ا د، يبقى قياس القوس ا ب بيساوي قياس القوس مين؟ ا د. يبقى انا لما حذفت اقول له بحذف قياس القوس ب ج من الالف ب ج، وبحذف قياس القوس د ج من قياس القوس ا د ج، احذفه ينتج ان قياس القوس ا ب بيساوي قياس القوس ا د. ويا رب تكون فاهم، ويا رب تكون فاهم. طيب ديت مساله رقم 13 بيقول لي ا ب قطر، ا ب قطر، وقال ان قياس القوس ا ج بيساوي قياس القوس ج د بيساوي قياس القوس د ب. طب لما يقول لي ان ا ب قطر هستفاد ايه؟ هتستفاد ان قياس القوس ا ج زائد قياس القوس ج د زائد قياس القوس د ب ده همت مع ده بيديني 180 درجه، بيديني 180 درجه. يبقى انا اقول له بما ان ا ب قطر، اذا قياس القوس ا ج زائد قياس القوس ج د زائد قياس القوس د ب بيساوي كام؟ 180 درجه. طبعا هو قال لك هنا اثبت ان مثلث م ج د متساوي الاضلاع، يعني اثبت ان كل زاويه فيه ب 60. ماشي، هقول له هنا كده يبقى الاثنين قد بعض، طبعا الاثنين ايه؟ قد بعض، يبقى 180 على 3، اقول له اذا قياس القوس ج د بتساوي كام؟ 60. يبقى قياس القوس، لان انا هقسم 180 على 3، اقول له اذا قياس القوس ج د بتساوي كام؟ 60. ودام قياس القوس ب 60 يبقى الزاويه المركزيه بتاعته بكام؟ ب 60. اقول له اذا قياس الزاويه المركزيه ج م د بتساوي 60 درجه. نعيد تاني،
هو قال لي ايه؟ الف باء قطر. اقول له اذا قياس القوس الف جيم زائد قياس القوس جيم دال زائد قياس القوس دال باء بتساوي كام؟ 180 درجة. يبقى 180 اقسمها على الثلاثة، اشمعنى ثلاثة؟ ما هم ثلاث اقواس يديك 60 درجة. اقول له اذا قياس القوس جيم دال ب 60 درجة. ب 60 درجة. ب 60 درجة. اذا الزاوية المركزية جيم ميم دال بتساوي 60 درجة. خلاص؟ خلاص. قالوا بما ان ميم باء ميم جيم تساوي الميم دال انصاف اكتر. ميم جيم بتساوي ايه؟ ميم دال انصاف اكتر، ده نص قطر وده نص قطر. يبقى اذا مثلث ميم جيم دال متساوي الساقين. يبقى اذا قياس الزاويه ديت بتساوي قياس الزاويه رقم 2 دي. يبقى 180 ناقص 60 يديك 120، تتقسم على الزاويتين يديك دي ب 60 ويديك دي برده بكام؟ ب 60. يبقى اذا ده مثلث ايه؟ متساوي الاضلاع. 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 وانا تعبت، انا هبط. ان شاء الله نكمل فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.